حال من حالتي تنطلق. فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة فيجب التسوي بينهم، لأنه عدم التسوي رح يثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم. أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض بسبب حاجة البعض دون البعض فهذا أمر طبيعي وضروري. يعني مثلا أنت عم تقول ما شاء الله تزوجت الستة، لما تزوجت أول واحد دفعت كذا 1000 ليرة في هذاك الزمان، بقايا ما أعطيتهم شيء صح؟ لأن هذاك محتاج الزواج زوجته، لما بيجي الدور الثاني زوجته، الثالث زوجته إلى آخره. لكن لما بدك تكرمهم وتوهب لهم يجب التسوية بينهم. مثل الحالة الأولى اللي زوجت والثاني ما زوجته، كمان ممكن هالحالة نصورها بعد ما زوجتهم جميعا. مثلا نفترض أكبرهم إله ولدين، أصغرهم إله 5. مورد الأكبر الشخصي اللي بيكسبه بكد يمينه وعرق يمينه أكثر من مورد أبو 5، شايف؟ فأنت بتعطي هذا ما لا تعطي ذاك، لأنه بحاجة عنده 5 ومورده أقل من مورد أبو 2. هذا هو الفرق. أظن بعرضك الفرق بين مسألة ومسألة. ها؟ قاعدة أخيرة اللي عم تعمل كثير كبير، عم بشوفه محور وبحاجة للمساعدة، عم بساعده أكثر من اللي عنده، وراضين الحمد لله كلهم عنه. الحمد لله. هلا أخونا أبو أحمد كان المطلع يومين، فاتنا في واحد مشيرته وفي عنده فرن كعك، والثاني له منجور ألمنيون، ولن علاقة مع بعض مشيرته. أجوا شميت منه على أكسي أداد أكرمته من ناحية كل من الشعار، قلت له أنا بس نزل لك عن جزء لحصلك وظيفة وانت تنازع عن كل إلى أخوك يسمي مع بعض نصر الماء عم تفضل الله تعالى، أنا ممنوع من كل. والبقية الحمد لله ما يقصر مع المنهم، والبنات كمان عم نعطيهم. لكن أما يا أستاذ كان متحضر الإنسان، يمكن انا ما عم بحسن بطبق ان الانسين كتعطيد الذكر الواحد. ليش؟ لان هذا عم بزوجه واليوم الجمهور غالي وبيحتاج الى منين اذا ما ساعدته بضل كل امراض الازواج. وممكن يحصل ممكن معلومه في مجتمعنا عم بنجبر حط اثر للصبي مشان المهر من جيل الخواطر، وبحطه عندي ببيتي بطعم ياكل مشرب سنه او سنتين او اكثر لبين ما تقوى عضلاته، ما باخذ منه شيء، انا كرصيد له بصير. البنات بكرمهم مقابل الشيء اللي لازمه مساعده، لازم كذا مثلا بدي مثلا شيء فكمان عم بعطيهم، لكن ما عم اعمل الحد اللي اني هذا اعطيته مثلا 50,000 هيعطيني بعطيه 5,000. تفصيل لاحق، تفصيل السابق بين تقديم الهبة للأولاد وبين تقديم الحاجة لكل ولد، هذا الفرق عرفته أنت. الآن بيجي موضوع الإكرام والهبة. هنا تختلف الهبة عن الإرث، فالإرث كما تعلم
من قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. الهبة لا يوجد فيها شيء من المفاضلة بين الذكر والأنثى، بل يجب التسوية. فنرجع لنفس التفصيل السابق، إذا أنت أعطيت بناتك إكرامية بمعنى هبة وهن متزوجات والذكور متزوجون فيجب التسوية. يعني أؤكد لا يجوز الخلط بين تقديم الهبة للأولاد وتقديم الحاجة التي يحتاجها كل ولد، عرفت؟ فالآن أنت أتيت بمثال جديد وعبرت عن هذا المثال بقولك أنا بكرم البنات. طيب هل تعني بقولك إكرام البنات هبة ولا الحاجة؟ فإن كنت تعني الهبة ما بيجوز تخصيصه دون الذكور، كما أنه لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث. وإن كنت تعني لا إني بحاجة مثلا أنه أزواجهم أو زوج لبنت من بناتك فقير الحال بالكاد أنه يجيب لهم الشيء الضروري، فأنت تكرمهم أو تكرم البنت هاي متزوجة بزوج فقير بما يستر العجز اللي قائم فيه من الزوج. هذا بيكون في حدود الحاجة. في هذه الحالة لا تطالب بالتسوية لأنه هاي موهبة. أما إن كنت تعني كما هو ظاهر كلمة الإكرام يعني هدية، فلازم كل ما أعطيت كبير أو صغير ذكر أو أنثى شيء من باب الهدية والهبة أنه يكونوا كلهم مثل ما بيقولوا الأتراك هناك كانوا زمين قدام هبسي برابر. هيك لازم تعامل أولادك حتى تكسب برك منهم على التساوي، ولا يصير في نفوسهم وفي صدورهم حرج انه ليش ابونا عم يكرم البنات ما عم يكرم الذكور، ليش عم يكرم الصغير ما عم يكرم الكبير. فان كنت انتباه كما يقال صاحب الدار ادرى بما فيها واهل مكة ادرى بشعابها، فانت بتعرف اذا كان في هيك شعور بين الكبير والصغير او العكس. توضح لنا الحكم هذا انه اذا كان من باب الهبة فانا واجب علي انه اوهب الجميع واكرم الجميع، كان من باب الحاجة فالذي يحتاج نعطيه والذي اغناه الله عن الحاجة لا نعطيه. عندنا بنت صغيرة آخر وحدة زوجناها لإنسان فطلبوها مني عدة جماعات وبدهم يظنها أغنياء، والبنت هو يعني الحمد لله رب العالمين شكلها جميل ومتعلمة في صف سابع، لكن كتبي هي الوحيدة اللي تستطيع تطالع أحاديث وتسألني بعض سؤالات دقيقة أستاذ بعد بعض الأحيان. ما شاء الله. إيه الله بعث لنا انسان لكن عاقل ودرويش وطيب، واجت اهله خطبوها مني قلت له لي شرط واحد انا ماشي يا ربنا تحافظ على الصلاه والصدق. قال لي نعم. خصت عليه عهد، ووقت اللي عقدنا العقد في المحكمه الشرعيه من الشروط ذكرت الشيء هذا اني حافظ على الصدق والصلاه. اهله سكرت عندهم فتره هيك صار معنا يا استاذ لا لازم يعتبر بقول يعني السلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف في خاطبه في حياته قبل ما يخطب، هذا تأخذ عليه شرط أنه يصلي ويصلق، هذا الشرط أخذه منه
من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه، فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين. لذلك هذا الشرط أخي هذا حذر على وراء، لا قيمة له. الرجل ساكن بجوارنا ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه يصلي ويتخطش مثل ما اقول. نعم، وقت اللي اجى قرب لعندي توقع عليه شروط اجاز عند اللي بعد ما زوجته اهله مثل ضاع عنون المكان. انا صرت اشتغل في بناء تجاري، عمرته اعطيت قطن لبنتي باعت جزء من الذهبات امريكا وقطن الثاني له ما عنده يعطيني، قلت له بابا كل ما 4000 يعطيني. وصار لي الدار اهله ما اعطوه استغرب ادوات مطبخ مسائل فراغ بحاجه. اكرمت البنت حطيت لها غذاء وقلت لي 15000 فراغ مروحه وكذا وحتى البيتيه هذه حاجه حطيت لها. عندي الاخت الثانيه شفتها مثل الزهر قال بابا انا ما اكرمت في شيء. قال له شو هي؟ قال له هذه هي قلت لها بحاجه. انت مالك بحاجة؟ هديك مالك بحاجة؟ مالك بحاجة؟ رجعت عطيناها 10000. بتوم التاسي هلا. هلا بتوم التاسي. في لبتاسي ما حدا. كنا حالنا رغم ان بيننا متزوجة ونقول حالته مادية منيحة. كنا كمان عطيناها 3000 قال والله ما بدي حاجة اخواتي بدي تحوج مني. بدك تاسي. كويس. انا ما اعطيته لا بدي اتزوج. أي زمان مرضى في شرعك قلت لك عنه ربك المعنى هيا أخي الله يعطينا العافية. آمين. الله الله شوية الله يعافيك. الحمد لله رب العالمين. الله يعافيك. الحمد لله. نرجو الله تعالى أن يكون وقدر أعمال ترضيه بين الطاوة وراضي عنه. كويس، بس هوني واحدة بقى قبل ما تفوتني. تفضل. كأنه يا طبيبنا كأنه مالك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب. يا أستاذ يا أستاذ وحيتي يا لأصنار وأحمد لأصنار ليش وحينا تنشوف عوضنا تشترك على إنسان بتعرفه أنه بيركع في الصلاة انه يصلي، اشترط على انسان ما بيعرف حكم الله انه هذه اساور عندنا محرمه. فانا بشترط عليك انك ما تزين بنتي اللي بدها تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل. فانت سمعك الله بتعكس تشترط ما شرط الله وهم يعلمون، وما بتشترط ما شرط الله وهم يجهلون. الله يتوب عنا. ما بيعطونا كلمة لولد إلا يكون شرط أساسي. ما بدك إلا اللي بيعرف ما فيه. بدك تجيب ذهبات لبنتي، أنا ما بخلي بنتي تصير لغطة والناس يعايروها، أخذوها بلا شيء. اليوم البنات عم بشوف بلدي، يا بابا شلون إني اثنينك عم تلبسهم ذهب وتحط كلمة ليك منك ونحن عم تحرمنا. لا لا أعطي بالك يا صالح وأرجو أن تكون اسما على مسمى، مش هيك اسم بدون مسمى. بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. بدك تربي أولادك على طاعة الله وطاعة الرسول، هذا مش معنى تحريم، هذا مش معنى تحريم. هل أساور هذون قديش ثمنهم؟ هذون ثمنهم مثلا 10000، مثلا 10000. هل 10000 تشتري فيهم ذهب إما رشاديات أو مجيات أو سبيكة أو ما شابه ذلك، وبتحطهم عندها على قاعدة تخبي درهمك الأبيض ليومك الأسود، فهي غنية. لكن لا
لكن هي غنية بغناء الله عز وجل دون معصيته. عليكم السلام وبركاته. فما تأخذون الحياة الميسورة حسب ما علمنا يعني حتى جزاك الله خير. هل بتقدروا عليه تفعلوه إن شاء الله. المهم فنحن ما عم نقول إنه يتموا فقراء، لا، المهر اللي بدهم ياخذوه بيحطوه في خزانتهم، ما بيغذوه بإيدهم من شان يلوحوا هيك بإيدهم في حفل في كذا إلى آخره، ولسان الحال بيقول شوفونا نحن كذا ونحن كذا. من هنا تجي المشكلة. تفضلوا. خلاص هلا بيشتغل الدرس بيبطل الدرس. الله يجزيكم خير. الله قوي إيمانكم. آمين يا رب. الله يجزيكم خير. 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 الله يجزي